مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الثالث المتوسط. بعدنا بالوحدة السادسة واليوم وصلنا إلى موضوع جديد وأيضا موضوع مهم، هو relative pronoun بمعنى ضمائر الوصل. زين، أول شيء ضمائر الوصل هي who, which, that, where. طبعا عندنا بعض ضمائر الوصل باللغة الإنجليزية لكن هو ما ذاكرها لكم، لذلك راح نكتفي بالضمائر اللي هو ضمائر الوصل اللي هو مطيها لكم بالكتاب. زين، وين تجي؟ أوكي، تأتي في نصف الجملة وتربط لي الجملة، كل وحدة وظيفتها شكل. يعني راح نأخذ بالبداية هو بمعنى الذي أو التي، تستخدم إلى people للناس، يعني الشخص العاقل. رح نأخذ مثال This is the man، هذا الرجل. Who الذي broke the window، اللي كسر الشباك أو النافذة. فشوفوا أني جبتها بنص الجملة، أوكي، شلون عرفت هو؟ لأن قبلها الاسم الموصول، الموصول مان هو شخص عاقل، فقلت هو، إذا هو استخدمها للعاقل. خلينا نكتب هاي الملاحظة، هو للعاقل. هنا أنا مو أداة استفهام، لا، هنا أنا ضمير وصل، أوكي، ربط لي الجملة. الرجل اللي كسر دا عرفه أني، اللي كسر الزجاج مثلا أو النافذ. زين، راح ننتقل إلى ثانيا which، which أيضا بمعنى الذي، لكن يجي think الأشياء، شيء إذا هو شيء معناته غير عاقل. my precious lamp، المصباح مالتي الغالي. which was in the room، اللي أو الذي كان في الغرفة، was broken، كسرة. فأنا شلون استخدمت which؟ شوفوا أنا أباوع على الجملة اللي قبلها، أوكي، الجملة اللي قبلها عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل، أوكي، لأنه مصباح، هو المصباح غير عاقل. زين، فضروري تعرفون معاني حتى تفرقون. هنا أنا مان عاقل استخدمت هو، هنا أنا which قبله غير عاقل، أوكي، لذلك استخدمت which. يعني يجوز مثلا هو بالامتحان ما يجيب لكم which ولا يجيب لكم هو، حط لكم فراغ، أوكي، بهالشكل، ويقول لكم استخدموا لي which أو that أو هو وهكذا. لازم أنتوا تقرون، أوكي، وتشوفون هو عاقل أو غير عاقل. زين، تعالوا خلنا نأخذ مثال آخر. زين، راح ننتقل إلى ذات، أوكي، راح نأخذ مثال عنه. ذات أيضا بمعنى الذي، تأتي مع الغير عاقل. نفس which، نينات نفس الاستخدام. The lamb that was in the room، الذي كان في الغرفة، was broken، نفس الشيء، أوكي، نفس الشيء. شوفوا أني إذا أحول اثنيناتهم مع بعض، الwhich والذات نفس الاستخدام. which إذا أحولها مكان الذات ترهم، والذات إذا أحولها مكان الwhich أيضا ترهم. The lamp which was in the room، أوكي، ممكن عادي، ماكو أي مشكلة. إذا اثنيناتهم تستخدم مع think، أوكي، يعني الشيء غير عاقل. شلون أعرف الجملة اللي قبلها لازم تكون شيء غير عاقل؟ زين، وصلنا إلى where. where دلالة على place، المكان، أوكي، استخدمها لما يكون عندي اسم الموصول. شلون يكون؟ يكون عندي دلالة على المكان. مثلا the cafe، شوف الكافيه، المقهى اسم مكان، hospital، أوكي، هاي أسماء أماكن. the cafe where I work، المكان أو الكافيه، أوكي، حيثما أعمل، يبيع. the best ice cream، أفضل ice cream. فأنا شلون عرفت استخدمت where؟
شلون عرفت اني وير؟ لان اكو قبلها اسم مكان. اذا الموضوع بالسبجكت، الموضوع بالفاعل. أباوع الفاعل عاقل هو، غير عاقل وشو ذات، اسم مكان وير. اوكي، اربع اشياء: عاقل هو، غير عاقل اما وش او ذات، اثنيناتهن وحده تناوب اللخ اتس اوكي، ماكو مشكله، اثنيناتهن نفس الاستخدام. اما وير للمكان. زين، ماي فريند سويمز ويل، يسبح جيدا. والجمله الثانيه هي ليفز هير، هو يعيش هنا. راح يجي بالامتحان بهاي الطريقه. يقول جوين صل اوكي، او يوز او استخدم ريلاتيف بروناون ضمائر وصل. هو يعطينا اوكي، يقول هاي الجملتين جوين يعني صلوها مع بعضها البعض باستخدام هو. راح نكتب قاعده مهمة مهمة مهمة، تحفظ هذه القاعدة حتى تجاوبون مثل هيك سؤال. أول شيء راح أجيب الفاعل الأول، هقول my friend صديقي، بعدين راح أجيب هو ضمير الوصل، بعدين إيش راح أسوي؟ راح أجيب الجملة الثانية بدون الفاعل. اوكي، هو lives here، بعدين راح ارجع على الجمله الاولى اكتبها لكن شنو بدون الفاعل، انا اخذت الفاعل هنا. هو swims well بهالشكل، كلش سهله. My friend صديقي، طبعا هنا الماي لازم الام كابيتال لتر لانه هو بادي بدايه الجمله. My friend صديقي who lives here، اللي او الذي يعيش هنا، يسبح جيدا. ها هي، هذا فقط اوكي. الحل هذا السؤال. طبعا راح ناخذ بعد امثله وراح نكتب القاعده اوكي، لكن بعد ما تنقلون هاي السبوره حتى اني امسحها واكتب غير شيء. يلا نقل السبورة حتى نكمل الشرح. زين، رجعنا مرة ثانية إلى الأمثلة. My car has broken down، سيارتي broken down يعني تعطلت. I bought last month أوكي، اللي اشتريتها أو اشتريتها الشهر السابق. يريد من عندي أحط relative pronoun، احط ضمير وصل. فراح اجي اني هستخدم القاعده، راح نكتب القاعده. اول شيء فاعل الجمله الاولى راح اجيبه my car، فاعل my car زين، زائدا ضمير الوصل المناسب اوكي. شوفوا انا عندي ماي كار، عندي يعني ثينك، يعني راح استخدم شنو، ويتش او ذات، ويتش زائدا راح استخدم الجمله الثانيه، الجمله الثانيه ويتش اي باوت. شوفوا هناك انا قلت لكم الجمله الثانيه بدون فاعل، هنا انا ليش جبت الفاعل؟ لأن الفاعل هنا يختلف، مو my car، يعني ما أنا كررت اثنين my car وهنا أنا my car، لا هنا الفاعل يختلف، هنا أنا my car هنا أنا I أوكي، فراح أجيبه لأنه الفاعل عندي يختلف مو نفسه. زين، my car which I bought last month، راح أجيب الجملة الثانية بس بدون فاعل، has broken down. احنا مو قلنا الجملة الثانية زائدا الجملة الأولى بدون فاعل، يعني صارت عندي فاعل الجملة الأولى
زائدا ضمير وصل زائدا الجملة الثانية زائدا الجملة الأولى بدون فاعل بهالشكل. زين تعالوا خلينا ناخذ المثال الآخر. That is the thief. هذا هو اللص أو ذلك هو اللص. He stole my lamp. اللي سرق المصباح مالتي. مصباح كلها تركض وراء قيم ويسرقوا. زين تعالوا خلي نشوف شلون راح نحل. أوكي هاي أولا وهاي ثانيا. شوف ملاحظة ملاحظة مهمة مهمة. إذا إجا الاسم الموصول بنهاية الجملة بنهاية الجملة الأولى شوية القاعدة عندي راح تختلف. أجي أقول That is the thief. هذا اللص هو. أوكي ليش؟ لأنه أنا عندي هنا شنو عاقل. هو stole my lamb. ما سويت نفس القاعدة. تدرون ليش؟ لأنه اسم الوصل إجا وين؟ بنهاية الجملة. يعني أكتب القاعدة، إذا اسم الوصل إجا بنهاية الجملة أوكي بس أحذف الفاعل. هذا الفاعل الثاني، أحذف الفاعل الثاني كتبوها وحط مكانه مثلا هو which حسب ذات أوكي where يعني ضمير أحط ضمير وصل مكان الفاعل. تصير ذلك هو اللص الذي سرق المصباح مالتي. هنا أنا مثل ما قلت لكم هنا أنا ضمير الوصل إجا بداية الجملة فاستخدمت هاي القاعدة. يعني شو كنت استخدم هاي القاعدة؟ إذا اسم الموصول جاء في بداية الجملة أوكي. والقاعدة الثانية اللي تقول نحذف الفاعل، نحذف الفاعل الثاني ونضع مكانه الضمائر الوصل أو ضمير الوصل أوكي بهذا الشكل. إذن هذا كل ما يتعلق بضمائر الوصل. ذني مثالين مهمة مثالين وزاريين. إلى هنا انتهى درس اليوم. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد. باي باي.